أهلا بكم. موازنة العام المقبل ستتضمن استقطاع من رواتب الموظفين بنسبة 3.8% دعما للحاج الشعبي والنازحين. ما هو تعليقك؟ في الفيسبوك الحاج علي قاسم المالكي يقول: رغم أني موظف وليس لدي سوى الراتب، لكني مع استقطاع نسبة أكبر من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين لمساندة الدولة التي تمر بظرف استثنائي، لكن يجب أن تصرف حيث يجب. علي العراقي: الاقتصاد العراقي أثبت فشله، فهو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، والسياسيين العراقيين لم يقصروا في نهب البلد منذ 13 عاما، فسرقتهم تكفي لسد عجز الموازنة. حسنين الركابي: إن كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تخصص للحشد الشعبي والنازحين لا بأس بها، ولكن لماذا يستقطع من الحشد وتتأخر رواتبهم؟ ولماذا النازحين من دون مساعدات إنسانية؟ أين تذهب تلك الأموال؟ مهند العلقاوي: على الحكومة إرجاع الأموال المهربة خارج البلاد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، والأهم لماذا لا تتم الاستقطاعات من الرئاسات الثلاث وكافة البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة؟ حكومة فاشلة من أول الهرم لأدنى موظف في البرلمان. في تويتر باسم جاسمي يقول: الاستقطاع أمر غير قانوني، وإذا أرادت الحكومة تعظيم الإيرادات اللجوء إلى أساليب أخرى كفرض ضريبة تصاعدية وفقا للدخل السنوي المتحقق. العراق أولا: ألم يكن من الأجدر بمن أقر قانون الحشد الشعبي أن يخصصوا لهم حصة من الموازنة أو من رواتب النواب دون استقطاع من الموظف الكادح؟ أياد السهلاوي: لو كانت فعلا تصل إلى الحشد والنازحين فنحن نرحب بها، لكن ما نخشاه هو أن تذهب هذه الأموال لجيوب الفاسدين والسراق. سيد مصطفى: بغير إيجاد دخل للدولة غير النفط ستبقى ميزانية العراق تعاني من خلل، وما هذه الاستقطاعات إلا دليل على ذلك. يبدو أن صفحة فنجان مقلوب ستكون أحد ضيوفنا الدائمين في فقرة التواصل الاجتماعي ضمن حملتها بغداد حب وسلام التي أخذت صدى واسعا في الفيسبوك. سما التي تولت المهمة قامت برحلة في بغداد للتعريف بأهم معلمين يدلان على التعايش السلمي بين الأديان. خلونا نتابع وين راحت سما. اليوم احنا في قلب العاصمه بغداد راح تحكي عن معلمين مثيرين، هم يدلون على اكثر مثال للتعايش السلمي بين الاديان وقدره بغداد تتباهم وخدمتهم. اول معلم راح نحكي عنه هو جامع الخلفاء اللي بناه قبل اكثر من 1108 سنوات، يعني صار له اكثر من 11 قرن. على بعد أمتار بنت كنيسة السيدة العذراء كنيسة اللاتين قبل أكثر من 3 قرون. قرب مغارة السيدة العذراء يشمعون النساء المسيحيات المسلمات حتى يشعلون شمعة السيدة العذراء، وهذا الشيء أسمى مشهد ممكن تشوفه عن المحبة والتآخي بوطن واحد. هذا كل ما لدي اليوم من تعليقات وأخبار. قبل العودة للزميل الحيدري أذكركم مشاهدينا للمشاركة بفقرات التواصل الاجتماعي، ما عليكم سوى إرسال مساهماتكم ومقاطع الفيديو لتوثيق ما ترونه يستحق الاطلاع والمشاركة عبر تطبيق الحرة عراق وموقع الحرة في الفيسبوك وتويتر أو إيميل الحرة iraqtoday@alhurra.com. شكرا لكم مشاهدينا. شكرا جزيلا.